في مدينة السادات ولا في 6 أكتوبر؟ لا، مدينة السادات مصانع قهوة أدفينا الجديدة تنشأ في مدينة السادات على مساحة هتصل إلى مش أقل من 300,000 متر بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. مصانع تشمل كل منتجات قهوة أدفينا اللي قبل كده مع تطوير فيها وتحسين، بإضافة بعض خطوط الإنتاج. خلاص تم دمج قهوة أدفينا القدام، ودول بيشتغلوا بالسيستم القديم، لكن احنا بنتكلم على مصنع جديد تماما، تكنولوجيا حديثة، احدث حاجة في العالم هتتم تنفيذها في مدينة السادات ان شاء الله. ان شاء الله قريب، هو تم تسجيل الشركة خلاص وعمل الجمعية التأسيسية ليها، يعني احنا المفروض نبدا نشتغل على طول. يعني اسمها قهوه ادفينا ولا ليها ايه بقى؟ اسمها قهوه ادفينا للصناعات المتطوره. طب بالنسبه للزيت شركه واحده، شركه واحده مجلس اداره واحد. مباني هنا حجم استثماراتها قد ايه؟ مباني هنا يعني هيتم التعامل معاها ايه؟ انهي مباني؟ مصانع القديمه. حضرتك توصل للقديمه. القديمه شغاله وبنحاول ان احنا نعمل لها صيانه افضل شويه، لكن احنا مش هناخد فيها قرار بتصفيه دلوقتي، لكن هيبقى في توافق ما بين المصنع الجديد والقديم عشان ما ننتجش زي بعض، ما نعملش زي بعض، هيبقى ده ليه مهمه وده ليه مهمه. حضرتك ذكرت في كلمه حضرتك فوق سياده اللواء اللي بيتم طرح 16,000 سلعه للشركه قبض. انت النهارده لو دخلت اي سوبر ماركت في مش اقل من 20 ل 25,000 سلعه بتتداول جوه السلاسل الكبيره، احنا ما بنتكلمش على الصغيره. احنا الفروع بتاعتنا متوسطه الحجم، في اساسيات لمنظومه السلع التموينيه المفروضه علينا دي بننفذها، بالاضافه الى حوالي 16,000 سلعه بيتم التعاقد عليها عشان تتوفر للمواطن من خلال السلاسل بتاعتنا. عندنا 3 شركات مجمعات، الأهرام والنيل واسكندرية المجمعات، فالثلاثة دول فيهم مش أقل من 1,000 فرع بيخدموا مصر كلها. هل مستهدف زيادة عدد السلع اللي هو خلال لو توفر سلع أو منتجات جديدة، يعني يدخل شركات جديدة تعاقد مع لو في حاجة قدامنا هتخدم الفروع دي وتكون بجودة عليها نتعاقد عليها. منتجات صين وفود هل هيتم طرحها؟ احنا اوريدي عندنا عقد مع سايلو فود واتفقنا معاهم خلاص، وكل منتجاتهم هتتواجد في فروعنا كلها. بالنسبه لشركات السوق يتم صرفها على البطاقات التموينيه حضرتك فندم؟ لا، حر للمواطن لاي حد يشتريها. سلع على نقاط ممكن؟ لا، لاي مواطن، اي حد عايز يشتريها يشتريها، وهنجيبها بسعر مميز، وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وتعاون معانا الحياه جدا في كل المجالات دي. شركات الزيوت، تطوير شركات الزيوت، احنا عندنا 4 شركات زيوت مملوكين للشركه القابضه، بنطورهم، بنعمل 3 مصانع جديده، واحد في برج العرب وواحد في الدلتا لسه ما تحددش مكانه، وواحد في سوهاج، وزائد مصنع للمنظفات هيتم في العمريه ان شاء الله. حجم المصانع قد ايه وتكلفه الاستثماريه المصانع الجديده دي؟ التكلفه الاستثماريه حتى الان قد تصل الى 7 مليار جنيه، ده لسه يعني الدراسات لم تنتهي، لكن ده التقدير المبدئي. الثلاث مصانع وهيبقى مساحه المصنع قد ايه؟ للاربع مصانع، 3 زيت وواحد منظفات في العمريه. مستهدف ان شاء الله البدء فيهم امتى حضرتك يا استاذ؟ بمجرد ما الدراسه تنتهي، هي المفروض تنتهي الشهر ده خلاص زي ما معالي الوزير ذكر، وهنبدا التنفيذ على طول، يتعين لها استشاري عام للتنفيذ ونبدا فيها ان شاء الله. مركز هنا التنفيذ هتاخد قد ايه؟ قطاع الخاص او العام، حاله وجود منتج غير مطابق للمواصفات، يعني حاله التحليل النتيجه طلعت ان المنتج غير مطابق. خلاص بنختر الجهه سحب السلع اللي مقدم عايز الفحص مين؟ تمام، احنا مثلا الشركه القابضه طلبنا فحص شيء وطلع غير مطابق، خلاص بنرفضه. سيادة الوقت، بالنسبه لشركات الزيوت حضرتك بتقول ان بعد الدراسه ان شاء الله هيتم البدء فيه، المده الزمنيه حوالي قد ايه بالنسبه للمصانع؟ مدة التنفيذ؟ يعني التقدير بتاعها 3 سنوات. المساحات يعني الحقيقة متفاوتة،
لكن اقل مصنع فيهم مش هيقل عن 100,000 متر. التكلفه قد ايه اللي هي الانتاجيه؟ حجم الانتاج الطاقه الانتاجيه لسه الدراسه، لما تطلعها نبقى ممكن نختاركم بيها. عندي سؤال معلم، طب بالنسبه لشركه السكر، المجمعات الاستهلاكيه اللي بيتم تطويرها بشراكه مع القطاع الخاص، احنا دلوقتي حضرنا الرئيس اللي هو سعودي في مدينه نصر، هل في تاني يعني خلال الايام القادمه؟ اللي بيتعرض علينا عرض كويس ومدروس وبيعود بالفايده على الطرفين ويخدم المستهلك بننفذه. حسب المساحة كمان وحسب المنطقة يعني. طيب مش كل الفروع طبعا هيتم فيها كده. طيب بالنسبة لشركة السكر صدف تطوير كم فرع حضرتك في المجمعات الاستهلاكية؟ لا احنا التطوير عندنا شغالين عليه 1250 فرع تقريبا بما فيها الجملة. احنا مطورين حوالي 700 فرع لغاية دلوقتي. طيب بالنسبة لشركة السكر والصناعات التكاملية، عمليات التطوير فيها؟ شركة السكر والصناعات التكاملية في عقد استشاري تحالف دولي مصنف متخصص في كل أعمال شركة السكر، بيدرس النهاردة كيفية تطوير شركة السكر. شركة السكر والصناعات التكاملية صرح كبير بينتج 1.1 مليون طن، في حوالي 17,000 عامل، في 9 مصانع، كل ده محتاج تطوير. النهارده احنا بنشتغل كله على النظام القديم، لازم يتطور وفقا لكل الصناعات العالميه في السكر، لكن مش بالضروره انه يبقى في مصنع جديد. احنا الخطوط القائمه هي اللي هتتطور لغايه ما نشوف ايه المكتب الاستشاري هيوصلنا فين. هو المفترض انه ينتهي الدراسه بتاعته نهايه نوفمبر الشهر اللي جاي. طب سؤال هنا يا فندم، في تكلفه موضوع التطوير بالنسبه لشركه السكر هيستوعب اكتر من التصريح؟ قلنا ان المخزون اللي لكم يكفي سنتين ونص بالظبط، لكن واقعيا لا، الوضع مختلف. في مجمعات كتير هو احنا لا احنا مش هنجيب مخزون نحطه بتاع سنتين، لا احنا في صلاحيات التعاقد عندنا لغايه يغطي لغايه نهايه العام القادم. لا بس واقعيا، لا مش واقعيا حضرتك، متوفر في منافس مجمعات استهلاكيه اصبحت من بعد العيد ما وصلتلهاش لحم. هو اللي حصل بعد العيد ان حجم السحب كان فوق التوقعات، كان ضخم جدا بعد العيد، من العيد نفسه، موسم العيد يعني. موسم العيد، فطبعا بعد العيد اتاثر. فالنهارده الشركه المورده بتضخ على طول كل اسبوع كميات عشان تغطي الاحتياجات بتاعت الفروع دي، بجانب ان احنا بناخد كمان من جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه لحوم كركس اللي هي مذبوحه وبننزلها الفروع بتاعتنا، بس فروعها غير الفروع السودانية. اخر سؤال يا جماعه بعد اذنكم، اخر سؤال بس عشان هو طالع لايف دلوقتي على الدي ام سي. الشركه المصريه السودانيه، الشركه المصريه السودانيه هي شركه مشتركه ما بين مصر والسودان. مصر بتمثل 60%، 25% شركه قابضه للصناعات الغذائيه، 25% جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، 10% شركه جنوب الوادي للتنميه قطاع اعمال عام، و 40% شركه الاتجاهات السودانيه. الشركه خلاص جمعيه التاسيسيه بتاعتها هتتم الاسبوع الجاي ان شاء الله، مقرها القاهره، راس مالها المصدر او 500 مليون المصرح ب 5 مليار. واجب الشركة دي انها هتوفر احتياجات البلدين من الجانبين. النهاردة انا محتاج من السودان ثروة حيوانية، محتاج حاصلات زراعية، هنجيبها من السودان. السودان محتاجة اي سلعة من مصر بتنتجها جمهورية مصر العربية هنوفرها لها برضه. فهي شركة لخدمة الدولتين بمباركة الحكومتين، فربنا يوفق وإن شاء الله.